والله يا أخواننا لو تأملنا لوجدنا أنه ما في مخلوق مدلل على رب العالمين قد بني آدم، مظبوط ولا لا؟ شيء غريب وعجيب جدا جدا جدا. بس لو ما في، ما تأملت غير بالأكل، شوف أنواع الأكل، شوف أنواعه، وبعدين ربي عز وجل يمتعك منها بالمنظر، منظر الفاكهة طمل فيها لك، يمتعك منها بالرائحة، مظبوط، ومتعك منها بالطعم، كلها، أليس كذلك؟ طيب لكن إحنا، طيب شو عملنا لربنا؟ هكذا يكرمنا وهكذا يعطينا، فماذا فعلنا له؟ شو عملنا له؟ نحن هلا المشكل ان في الناس من ياكلون الرزق ويجلسون على مائده الرحمن بيلتهموا كله، بعدين بفز مثل حيوان اعجم لم يكرمه الله بعقل ولا شيء، بيعمل ايده هيك بيعمل وبيعمل حاله بيروح، لا قال الحمد لله ولا سأل حاله منين اجى هذا الطعام ولا اجى الشراب. اي والله ما بيجوز نشبههم بالحيوانات، الحيوانات تسبح الله، الحيوانات تحمد الله، علم ذلك من علم وجاهله من جاهل، لكن الانسان أسوأ من الحيوانات. أي إنسان الذي حجب عن الله سبحانه وتعالى، لما الواحد عطشان بيكون وبيدور على الماء، بيدور على الماء، بعدين بيعثر على كأس من هذا بيشرب، تصور لما بيشرب بيشرب بعدين وبيعمل هيك وبيمشي. لك يا أخي، لك اسأل عقلك، هالماء منين إجا؟ منين إجا؟ هلا لو ربي ما اعطاك هالكاسة شو بتسوي بحالك؟ ذهباتك بتكبه، طعامك بتكبه، كل مالك بتكبه، وبتدور على كاسة ماء مشان حتى تنقذ حياتك فيها، مزبوط ولا لا؟ طيب مين عم يجيب لك اياه؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نعم، سيدنا طاووس اليماني كان جالسا عند هارون الرشيد، كان هارون الرشيد بيستدعي العلماء وبيجلس إليهم يستفيد منهم، يعني كان هكذا شأنه. فطلب هارون الرشيد كأس ماء، جاء به إليه قال له طاووس اليماني، قال له ما هي أمير المؤمنين؟ يعني استنى. قال له نعم. قال له لو حرمت هذه الكأس على ظمأ بماذا كنت تشتريها؟ قال له بكل ما أملك. إيه طبعا، إذا حرم هذه الكأس وهو ظمأ معناتها هو أشرف على الهلاك. قال له بكل ما أملك. قال له فاشرب هنيئا. شرب. قال له يا أمير المؤمنين لو حرمت خروج هذا الماء من جسدك بماذا كنت تشتري إخراجه؟ قال له بكل ما أملك. قال له يا أمير المؤمنين اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء. نعم، مظبوط. نعم.